السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك. سؤال مختصر، هل يجوز قضاء صلاة الصبح؟ أنا على كل الصلوات بتابع، لكن صلاة الصبح بعض الأحيان أنام على صلاة الصبح. تقضيها إذا استيقظت مع سنتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس قضاها وترك وقضى مع السنة. نقضي السنة أم الفرض شيخ مصر؟ كلاهما يقضى. كلاهما صلي السنة ثم صلي الفرض. بارك الله فيك. الله يستر.